مع أزمة تدهور القطاع الصحي التي يعاني منها العراق، لم تجد محاولات العراقيين للهرب من الفساد والإهمال الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية ليصطدموا بمشكلة أخرى هي العيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة. ارتفاع أسعار المعاينات وتحاليل وأدوية معينة من صيدليات ومراكز طبية بعينها باتت هي الكابوس الحقيقي الذي يطبق على صدور المرضى في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. يقول أهل الرمادي إن استغلال بعض الأطباء لهم فاق كل الحدود مع تحولهم لوسطاء ومروجي أدوية وصيدليات معينة. استغلال 100% مو ولا أسعارها ماتي. أنا حجي لا تنسى بعد، هي صارت هاي الأزمة كلها صارت تجارة عندهم لا أكثر ولا أقل. يعني هم بدال ما يراعون الأسعار ويا الناس ويا المواطنين وماكو احد يحاسبهم. حج استونا اخذت تحاليل هسه انا لابن عمي حيل غالي. واحد رحنا عليه قال 5 يعني حيل غالي واي يعني رقابه ماكو. احنا نطالب ان يعني شويه تخفيض الاسعار يعني ماكو هيك. يعني غياب رقابه وزاره الصحه ونقابات الاطباء والصيادله على القطاع الصحي الخاص في الانبار احد اهم الاسباب التي حولت بحسب الاهالي أسعار المعاينات والدواء إلى بورصة لا انخفاض فيها. يتحججك والله الدولار صعد وما أدري إيش، فيعني المواطن البسيط شنو علاقته بالدولار صعد أو ما صعد؟ هذه أسعار المفروض تكون مراقبة، تكون الدولة مسيطرة عليها، هذه يعني شيء مس حياة الناس مساس مباشر. يعني كل مجالات العمل الطبي والمهني تحولت للأسف، يعني تحولت المهن الطبية إلى مهن كسب، والتسابق بين الأطباء على الربح السريع وعلى بناء مستشفيات خاصة. على الجانب الآخر يرى العراقيون أن تراجع خدمات القطاع الصحي العام وتجذر الفساد فيه بعد أن تولت إدارته الأحزاب السياسية هو الطامة الكبرى التي تواجه العراق الذي أضحى بين فكي كماشة، الإهمال الطبي ولا مبالاة من جهة، وانتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بإجسادهم دون أن يسمع أحد شكواهم.